الفنان العراقي مصطفى العبد الله أحيا أجواء مهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي بأغاني الوطنية وأغاني الحب يلي تفاعل مع الجمهور العراقي على المدرجات. استاذ مصطفى، اليوم انت مو فقط احييت المهرجان انما احييت بغداد كلها. حبيبي، طبعا هذا اقل واجب ممكن نقدمه لبلدنا والبغداد. اليوم هذا يعني مهرجان فرحه لكل العراقيين. اليوم مهرجان، اليوم بغداد راح تكون عاصمه الشباب للوطن العربي. هذا حدث مهم، يعني احنا لازم كل احنا نفرح به وكل احنا ندعمه باي شكل. شنو احساس مصطفى العبد الله وهو مثل الشباب العراقي كلهم قدام الدول العربيه؟ والله انا فخور جدا، يعني امثل الشباب العراقي. الشباب العراقي هو شاب طموح وعنده قدرات، والعراق بلد يعني جياب وداعم للطاقات. اليوم مصطفى العبد الله غنانا اغاني وطنيه واغاني حب حتى يوصل رساله انه بغداد هي عاصمه الحب وعاصمه الثقافه وعاصمه الشباب. بغداد هي جميله بناسها وبشبابها، واتمنى يعني من كل الشباب انه يظلون يواكبون ويظل عندهم الامل موجود والاصرار، لانه احنا راح نوصل وراح نكون في مصاف الدول المتقدمه.